اللقاء ديال الجهه ديال الدار البيضاء سطات اليوم هو لقاء تشاوري في اطار اعداد واحد التقرير هام ديال المملكه المغربيه الذي سيحال على اليه كذلك هامه ساهمت المملكه في احداثها في اطار الاصلاح العميق اللي عرفته المنظومه الامميه لحقوق الانسان سنه 2006. هذه الاليه هي اليه الاستعراض الدوري الشامل، هو واحد التقييم تقوم به الدول بعضها البعض لمدى أداء الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. اللقاء اليوم هو اللقاء 11 في إطار سلسلة كتشمل الجهات 12 ديال المملكة وكذلك غدا تشمل البرلمان. اليوم هو لقاء تشاوري مع المجتمع المدني، مع الجماعات الترابية وكذلك مع الجامعة ومع الإعلام. اللقاء اليوم الهدف ديالو هو اولا كنعرضوا المشروع الاولي ديال التقرير، نمحصه كذلك ونستجلي كذلك ادوار الفاعلين الترابيين في سياق الاصلاحات الكبرى اللي عرفتها بلادنا على راسها الجهويه المتقدمه وما منحته من اختصاصات للجماعات الترابيه ذات الصله بحقوق الانسان، في سياق كذلك لا تمركز الاداري والدور المحوري اللي اعطى للجهه مؤسسه الجهه وكذلك مؤسسه الوالي في مجال التنسيق، وكذلك في سياق النموذج التنموي الذي اعاد كذلك النظر في ادوار الدوله باعتبارها دوله حاميه للحقوق بمؤسساتها. اللقاء كذلك سيستجلي في مستوى ثالث السبل للرفع من التنسيق بين كافه هاد الفاعلين للاعمال ديال الحقوق على الصعيد الترابي بصفه اقوى.